وعن انتهاء أجازة نص السنة وبداية الترم الثاني. الأولادنا بيبقوا خلاص بقى ريحوا مرة تانية وبيبدأوا بصعوبة شوية، يصحوا بدري يذاكروا يرجعوا البيت، على الأقل عايزين بقى ان يلاقوا جو من الاستقرار والهدوء والدفء بيقابلهم يساعدهم شوية على استقبال النصف الثاني من العام الدراسي. انا معايا الدكتورة إيمان جادو، مقرر مجلس المرأة المركزية على مستوى الجمهورية. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني الجملة بتاعت نوفر جو هادي ومستقر علشان نفسية ولادنا، ونحاول نخلي خلافاتنا، مش هنقول ما يبقاش في خلافات عشان نبقى كلامنا واقعي، لكن خلافاتنا تكون على قد ما نقدر برقي وبعيد عن ولادنا شوية تأثيرها، عشان هم بيتأثروا قوي سلبيا يعني. فازاي نحقق الكلام النظري ده ان هو يبقى على أرض الواقع ممكن ان احنا نطبقه؟ بالفعل كلام جميل، واحنا بنناشد الأسرة، أهم حاجة الأسرة، إزاي تهيئ لأولادنا الجو الراقي اللي حضرتك بتقولي عليه، وإزاي نوفر لهم الاستعداد النفسي. امبارح بالفعل قمنا حملة إلى جميع المدارس، لقينا في استعداد تام لجميع الطلبة وجميع الطلاب من كيجي لحد ثانوي، عندهم استعداد وفرحة لابتداء واستعداد ترم تاني. احنا ما كناش متوقعين من أجازة ترفيهية إلى ترم تاني لأجازة ودروس ومسؤولية، لقينا عندهم استعداد نفسي رائع. احنا كنا مبهورين بيهم بصراحة. ده يعني حقيقي. طب ده الكلام يعني يثير التفاؤل يعني. في أسر بتتعب قوي مع قصة كل بداية عام دراسي، بداية الفصل الثاني بمسؤولياته بدروسه بمذاكرة وكل الأعباء اللي من كل نوع. تمام. بس احنا لقينا بصراحة عندهم استعداد. ليه؟ لأن الأسرة كان عندها استعداد، وأكيد في فترة الترفيه فترة الأجازة اللي كانت طويلة ديت، مش هنقول طويلة قوي، هي طويلة وقصيرة في نفس الوقت، بس يعني عندهم استعداد، لأن أكيد رجع لهم ثقتهم بنفسهم، عندهم استعداد يدوا، عندهم عطاء، إن هم عندهم استعداد لترمي تاني لفرحة مع إن في دروس و دروس ومسؤولية. بتيجي منين بقى يعني حضرتك من خلال تجربتك كده الواقعية مع الأطفال الفرحانين دول، بتيجي منين الفرحة الدائمة دي بقى؟ بالفعل احنا سألناهم، احنا استغربنا الحملة اللي نزلت، احنا استغربنا لما جينا سألنا الطلبة، قالوا ان الأسرة الأم والأب. لقيت في واجب من الأم والأب بصراحة بصراحة، يعني وفروا لهم الترفيه أيام الدراسة، فعندهم أيام الأجازة، فعندهم استعداد نفسي ان هم يقدوا زي الترم التاني. فلقينا الاسره كان عليها واجب كبير، الام عليها عامل كبير ان هي كبير. توفر الجو النفسي ده جدا، الاستيعاب بيفرق جداً. النجاح بيفرق، النجاح، واحنا مش بنقول ان وسائل الترفيه تبقى اللي هي الحاجات المكلفه قوي، بس اللي هو غيره، لاقيين جو البيت هادي. مش متوتر يعني. الأسباب ده أهم حاجة، ده أهم حاجة في الأم والأب. فلو الأم والأب الجو هادي بين الأسرة وبين أطفالهم، فأكيد ده بيدي استعداد نفسي للطفل نفسه. عنده استعداد إن هو يستقبل، مبهور بترم تاني، مبهور إن هو نازل يأدي دراسة، أكيد. أيوة. فشيء جميل. وأكيد بيقابلك أطفال تانيين بقى يعني العكس، يعني هم عايشين جو حالة من التوتر والعصبية والخلافات الدائمة، فبتنعكس ازاي سلبيا بقى على الأطفال؟ سلبيا بتنعكس بقى على الضغوط للطفل نفسيا، يتعب، ما يبقاش عنده ثقة بنفسه، يبقى زاهد الحياة. واحنا بنناشد الأم والأب ازاي يسمعوا لأولادهم، ازاي ان انا اديله الثقه، ازاي اسمع كلامه، لان هو لما اجي اساله عنده المعلومه احسن مننا، لان السوشيال ده في الوقت الحالي بقى افضل كتير. علم الاطفال فليه الام السوشيال ميديا خلى الادراك وخلى ان هو عندهم وعي ويشوف الدنيا والناس والاطفال التانية عايشين ازاي ويقارن كمان، وده حقيقي.
ده اللي احنا بنقابل. احنا في ناس في اسر يقول لك السوشيال ميديا ده بوظ، لا بالعكس ده وعاهم وعندهم توعيه بالحاجات. اسمع لطفلك، الاستماع الطفل ده عامل اساسي مهم جدا. احنا مش بنهتم بيه يقول ده طفل، لا مش طفل، عقليته جميله جدا لو احنا سمعناه بنديله ثقته بنفسه. من هنا بنناشد ان كل اسره تسمع لاولادها. يبقى في حوار، حوار بينهم وفي حوار. واذا كان في اهالي حضرتك بتقولي هم يعني متضايقين من السوشيال ميديا ده لان بيبقى ادمان عليها، بيبقى استهلاك للوقت رهيب، بتعمل حاله فاصل يعني بيبقوا بين الاسره وافرادها حتى لو عايشين في نفس المكان، فدي حاجه معروفه يعني. فازاي نستغلها الاستغلال الجيد؟ طيب انا يعني بتكلم عن شخصيه الطفل، ان مبدئيا كده علشان نقول ان الاقي طفل بيستوعب بينجح قدراته الابداعيه بتبان، ده مش هيبان ابدا الا لو الاسره على الاقل مش هقول انها وفرت له امكانيات رهيبه للابداع، لكن على الاقل موفره جو مستقر. على قد ما نقدر بنبعد خلافاتنا، بنخليها على قد ما نقدر بيننا وبين بعض تمام. او باسلوب يعني معقول او محترم شويه. تمام. الشباب كمان بقى، كمان احنا عايزين نتكلم على فئه عمريه برضو الاكبر شويه. الشباب اللي هو ما لحقش مثلا ياخد تعليم كفايه نتيجه ظروف، نتيجه ازاي يشتغل على نفسه ويكتسب مهارات. وانا بسال حضرتك السؤال ده لاني اعرف ان انتوا بتوفروا دورات مجانيه للشباب. موضوع مهم وكلام جميل اللي حضرتك بدأت بيه، مقدمة جميلة. احنا فعلا صح بالفعل، التحدي العام لشباب العمال وفر دورات تدريبية فري مش بتكلف الشاب اللي تحت السن لحد عمره، وفر له من عمر 20 ل 34 سنة وفرها له دورات تدريبية تحول رقمي ICDL، دورات انجليش يتعلموا ازاي اللغه اللي فاتهم المرحله اللي ما اتاحتش ليهم الفرصه ان هم يتعلموا. الاتحاد العام لشباب العمال وفر له الموضوع دوت، وفر له الدورات الفري ديت، لا هيكلف حاجه. مسرح لو هو عنده حاجه فنيه، مسرح توفرت فيه. عايز يتعلم لغه توفرت برضو بالفعل للشباب، بيوفر لغات كمان كورسات ومجانيه. طب ايه شروط التقديم؟ يعني ان هو يكون ليه عضويه في الاتحاد العام لشباب العمال تحت شعار وزاره الشباب والرياضه، اتحاد العمال. طب واتحاد العمال بيفرض شروط ايه علشان ابقى عضوه فيه فاقدر ان انا اروح الدورات دي المختلفه دي؟ مفيش اي شروط خالص الا اشتراك عضويه بس، ان هو لو اشترك متوفر معاه جميع الدورات والتعليم للدورات. الاشتراك غالي ولا معقول؟ لا 50 جنيه بس. 50 جنيه هيدخل فيه ترفيهات معايا في دورات رمضانية، يعني في مقابل ان حضرتك جداً. بتقولي دورات مختلفة، اللي عايز فن هيلاقي مجالات مختلفة. لا ونسينا كمان نقدم برضو حرف يدوية، ده اهم حاجة. ايوه هندخل على الحرف اليدوية، بس عايز اعرف بالمجال الابداعي والفني ومجال الكمبيوتر مثلا. في ICDL، دورة ICDL وبيدرسها محاضرين متخصصين في هذا الدورات، يعني متطوعين. يخرج كمان معاه شهادة مثلا، ومعاه شهادة لأنه مهمة في بعض يهتم طبعا. وفي كمان معالي الوزير نزل كمان دورة، وزير الشباب والرياضة، معالي الوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي نزل دورة في أكاديمية ناصر العسكرية، دورة استراتيجية وأمن قومي، وكان تواضعا منه ان هو حضر بنفسه وسلم الشهاده لكل الشباب بصراحه يعني. وطبعا الاستاذ عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال فاتح البيت بتاعه، البيت هو المقر للاتحاد، فاتحه لجميع الشباب لتعليمهم وتثقيفهم ونشرهم الوعي. والشاب عشان يتعلم لغة ما افتكرش ان دورة واحدة تكفي، لا احنا بنتكلم على لغة، دي حاجة صعبة قوي، والمفروض ان يعني الشباب والاطفال بيبدأوا من سن صغير عشان يتمكنوا منها تمكن كويس. بالفعل
هل بينال اكتر من دوره ولا بيبقى بس المبادئ في اللغة؟ لا، هي بينال اكتر من دوره. وازاي؟ في اول دوره لو هو عايز ان هو ياخد الدوره دي بس، ازاي يعبر عن نفسه بالانجليش، ازاي يعبر عن ان هو يجي يطلب طلب، مثلا لو دخل رستوران ولا اي حاجه يطلب، ازاي يعرف يطلب، يتكلم عن نفسه، يقول انا ساكن فين. دي اول دوره. أيوة. وبعد كده في دورات تانية لو عايز يكمل متاحه. أيوة. فحاجة جميلة للشباب اللي ما فاتهم يعني مجال التعليم. أيوة. احنا بنفتح لهم المجال ده، بنقول لهم لا، الوقت ما عداش، في فرصة. لا، في هي متاحة لغاية سن كام؟ لحد سن 34، من سن 20 لحد 34. أيوة طبعا، لأن يعني 34 ده قدامه سنوات وسنوات من إن هو ينتج ويشتغل ويدي، يعني يبقى عنده عطاء. تمام. فكويس إن أنتم مش مقللين السن عن كده. لا مش هو كله تحت السن. يعني من سن 20 حلو قوي ان هو يبقى عنده ادراك، يعني احنا مش هناخد اطفال نعلمهم، لا ده عنده من 20 سنة يعني عنده ادراك ازاي ومسؤولية وازاي يدخل المجال ده ويتعلم الدورة. طب بتعلنوا عن نفسكم يعني كفاية اللي يعني علشان الشباب يسمع ويهتم ويروح، وهل بتلاقوا قبول من الشباب، في اقبال؟ جدا. ما حضرتك ما تتصوريش ازاي ان في اقبال جامد جدا من الشباب. يعني بلاقي في شباب كتير من جامعات كمان. أيوة. من جامعات، وفي شباب من جامعات القاهرة بيدخلوا معانا وبيتحدوا معانا واشتركوا، يعني في اقبال، يعني حتى انت تبقي نفسك فرحانة. ايوه، لان دلوقتي سوق العمل بقى يفرض شروط معينة. تمام. ومستويات معينة، وكله عايز الخبرة في مجال التكنولوجي، كله عايز اللي عنده لغة واحدة على الأقل. تمام. فالشاب لما بيتخرج من الجامعة بيبقى محتاج لسه يشتغل على نفسه تاني، يشتغل على نفسه ويعلي سي في بتاعه. أيوه. وفي تحول رقمي اللي انت ما تقدرش وتدفع فيها برا، لا ده عندنا مجانا. أيوة. وليها شهادة انت بتاخدها وبتضيفها للسي في بتاعك، يعني بتعلي منك، دي حاجة جميلة. واللي مهم قوي، اتفضلي حضرتك، عايزة تقولي تعليق. اتفضل. بهتم قوي بموضوع كمان الحرف اليدوية، ان انا اتعلم وبلاقي وبقابل ناس كتيرة جدا، شباب وشابات بعدوا عن الكارير الاصلي والشهادة الاصلية وبدأوا كبار وصغيرين يشتغلوا على نفسهم يتعلموا. ده فعلا. مشغولات يدوية، جلدية، اكسسوري، وبيبداوا حلم المشروع وفكره اونلاين بقى استغلوها حلو، والسوشيال ميديا استغلوها بالشكل الايجابي انها تسهل لهم، مش ضروري يفتحوا مقر زي زمان. لا طبعا. ومكانه كده. تمام. لا بس دي حقيقه. طب بتعلموا حرف يدويه؟ جدا. ده انا لو اتكلمنا على الحرف اليدويه احنا محتاجين حلقتين ثلاثه عشان نقدر نوفر حق الحرف اليدويه. في اقبال جامد جدا. وبعد كده انا مش بناشد شباب كمان، وفي أمهات وسيدات يدخلوا ويتعلموا حرف يدوية، في تصنيع الشموع، إزاي يعملوا شموع، كل الحرف اليدوية بقى بتفاصيلها، كل واحد حسب هو بيحب أي مجال أو تمام. متميز في أي مجال، ومع دراسة للسوق عايز إيه. تمام. كله خلاص بقى يفكر السوق عايز ايه ورايح لفين. تمام. وكل واحد بيقدم الجديد لانه مجال المنافسه عالي قوي. عالي قوي. بشكر حضرتك واديتينا لمحه كده ان مفيش حاجه اسمها تو ليت، وانا ممكن أبداً. في اي سن اتعلم واضيف لخبراتي ومهاراتي. تمام. ودي حاجه جميله جدا وتدي نوع كبير من انواع التفاؤل. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ميرسي. بكده لقائي انتهى، بعد الفاصل نلتقي بيكم مره اخرى انا وزميلتي منى الوكيل. مشاهدين اهلا بيكم معانا في ختام فترتنا زينة وطعم البيوت، بجدد ترحيبي بحضراتكم بزميلتي العزيزه دعاء عبد المجيد. اهلا بيك يا منى. النهارده التالق في كل حاجه، مظهرا وجوهرا. ده مش ممكن المجاملات والكلام، انا مش بعرف حتى ارد. يكفي الرقي والروح الحلوه بين الزملاء دايما وفي كل مجال وبين كل الناس يا رب، لانها بتعمل تاثيرات ايجابيه كتيره قوي. أكيد. واتمنى ان يكون المعلومات والروح دي ظهرت للمشاهدين وافدناهم باي معلومات تكون مفيده او جديده. بين الرجل والمراه ده مهم، الحوار عموما. الام واولادها، الاب والزوج والزوجه، الحوار ده اساس كل حاجه يعني.
وبرضو كلمنا عن الأكل أو الأكل اللي هو المفيد بالنسبة لمرضى القلب، وبرضو الأطفالنا الأكل الصحي إزاي نحافظ على صحتهم. أيوة، وفي النهاية يعني في سمات مشتركة، صحة جيدة تساوي إن أنا أعمل أي نوع من أنواع الرياضة حسب أنا بتحمل إيه، حتى لو مشي أكيد، والتغذية أكيد. إحنا كلنا حفظنا بقى مع كورونا ناكل إيه ونشرب مية قد إيه وخلاص بقى. مش كده عرفنا أكيد. بقى حفظنا عرفنا. نقدر حفظنا. نسمع يعني الدقيقة ونص بتاعتنا خلصت. أعزائي المشاهدين، بشكر حضراتكم في نهاية فترتنا، وبشكر كل زملائي، وبشكر زميلتي العزيزة دعاء بمجيد. أنا اللي بشكرك يا منى، شكرا ليكي، ودايما سعيدة بمشاركتي تقديم الحلقة معاكي، وبشكر مشاهدينا، شكرا ليكم، وبكرة إن شاء الله تلتقوا مع فريق عمل جديد وحلقة جديدة.